نعم يا بني، أين أنت يا عزيزي؟ كنت أصل. كم أنت قريب؟ كما يقول المثل، قدم هنا وقدم هناك. ابني العزيز. أبي. من الذي يفعل هذا؟ أبي! دانيال، أهذا أنت؟ كيف حال أبيك؟ جيد، سوف يستيقظ قريبا. إذا لدينا 10 دقائق، ماذا أردت؟ لقد كتبت لك أغنية وهي تسمى جميلتي سوشا. أنت مرة أخرى، كم طلبت منك ألا تصدر ضوضاء؟ مراهق. النيران. تعال إلى المنزل دانيال. جار مزعج، نسيت أن أخبرك، انتقل إلى هنا مؤخرا. يا لك من سيء، كان يجب أن يأتي ابني إلى هنا الآن وهي كذلك. نعم يا بني، أين أنت يا عزيزي؟ كنت أصل. كم أنت قريب؟ كما يقول المثل، قدم هنا وقدم هناك. ابني العزيز. أبي. رائع، الآن هناك 2 منهم، المزيد من المشاكل. ومن هذه؟ إنهم جيران، دائما يصدرون ضوضاء، إنهم متعبون جدا. هل هذا لي؟ شكرا. لنمشي من هنا، ارميها. سأذهب في نزهة مع صديقتي. ماذا؟ ماذا تحتاج أيها المشرد؟ إنها حبيبتي. في الواقع أنا لست مشردا، أنا سيد بات، أطالبك بمبارزتي. قبلت التحدي، هيا. سوشا، هل أنت بخير؟ من هي سوشا ومن أنت؟ إذا قلت أنني صديقها وأن هذا يدعي أنه صديقها، ستنجذب إلي بالتأكيد وستصبح لي مرة أخرى. إذا قلت أنها فتاتي فستكون فتاتي، فتاة حقيقية على قيد الحياة، لا تزال تتنفس. أنا متوتر جدا. أنا صديقك، أنا صديقك، وليس هذا الفتى الغريب. من الصعب عليك أن تفهم، أنا صديقها، فهمت؟ كلاكما دعوني وشأني، تعالوا عندما تقرروا. كيف تجعل الفتاة تقع في حبك في يوم واحد؟ تم نشر 1. معكم الأستاذ لعوب. مرحبا يا رفاق، سأعلمك كيف تجعل الفتاة تقع في حبك في يوم واحد. هيا بنا، ابتسم واضحك. حسناً. كل شيء رائع. أنت ماذا تريد؟ ليس صحيحاً. هل أنت بخير؟ يؤلمني فكي، اتصلي بالإسعاف.
لا تغادري، سأكون هنا قريبا. كن غير متاحا. هل تريد أن تعجب بك حقا؟ اضغط على أعجبني وستحصل على الحب. يا إلهي لا، أعدني إلى الأرض، أنزلني. أنا لست متاحا. هل أنت مجنون؟ أبي. أنت من فعل ذلك بابنتي؟ نعم أنا من فعل. حسنا، مرة أخرى إذا قمت بلمس ابنتي فأضعك على قمة الشجرة، هل تفهمني؟ أنا لست متاحا ولن أستطيع أن أفعل أي شيء. الفتيات تحب اللمس، افعلها يا رجل. حسنا فهمت ذلك. سوشا، دان، أردت أن أخبرك أنني معجبة بك أكثر. وأنا أيضا. ماذا تفعل؟ ألمسك. أقول لك توقف. لا. حسنا خذ هذا. حسنا، أنت من طلب ذلك؟ لا تجرأ على لمسي، فهم؟ أين تعلمت ذلك؟ لقد علمني أبي وهذا أيضا. حسنا، أنت لست مع فتاة بعد؟ هذه النصيحة ستساعدك بالتأكيد. انظر في عيون الفتاة، وعادة ما ستحبون بعضكم. بني، هنا سراويل نظيفة. ما أمي، أنا أصور الفيديو. هيا يا بني أسرع. قبلة، ماذا تنظر؟ اتركني وحدي. لقد أعجبت بعيناي. قريبا ستقبلني. يبدو أنها ذهبت لتنظيف أسنانها. هل أنت غبي أم ماذا؟ يا صاحب الساقين المعوجتين. هاي، ساقي ليست معوجة، هل تفهم؟ هل أنت بخير؟ نعم أتذكر كل شيء. حقا؟ نعم أتذكر كل شيء. أنت حاولت خداعي والآن سأقوم بكسر رجلي. أوه يا إلهي. إذن نحن أصدقاء. صداقة.